عليكم. عليكم السلام يا جميل. عمر مش شركة نصر عمر ذكاء؟ شركة نصر اختبار ذكاء. عمر عايز اختبر ذكاء يعني. طب عايز ايه؟ اختبر ذكائي. اختبره يا حبيبي اعملها. انت عايز احنا اللي اختبره لك يعني. طب قول لي. اقول لك ايه؟ مين اللي هيقول دلوقتي؟ انا انت اللي هتقول المفروض. انا هقول لك ايه؟ مش عارف. انت عايز تختبر ذكائك. سنك كام؟ تفرق في ايه يعني؟ انت احمر ولا ايه؟ سنك كام؟ 20 سنة. انت احمر ولا ايه؟ ليه يا عم؟ انت قلت لي كام؟ ايوه 20 سنة. 20 سنة. طب اول اختبار للذكاء. يلا يا لجنة. واحد اتنين. اوبا. لو قلت لي الكيس اللي معايا ده فيه ايه هديك منه سمكة. صح. انت غبي ابني متناكة. السلام عليكم. وعليكم السلام يا جميل. عمر شركة بلد اختبار الذكاء. ايوه استنى الصوت ابن المتناكة اللي انا عارفه. انت كنت معانا من شوية؟ اللي كان مش هينفعك. انا اعترف يا ابني الوسخة. انا انت طيب ماشي. عايز ايه دلوقتي؟ عايز اختبار ذكائي تاني؟ انت ما بتحرمش؟ لا. طب يا لجنة الحيوان اللي كان معانا من شوية. يا دين امي ابن المتناكة تاني؟ ايه الحمار ده. يلا واحد اتنين. هوبا هتجاوب؟ اسال لي الاول عشان اجاوب. هو انا ما سالتش؟ لا. ولا انت جاوبتش؟ لا. طب قلت يا سيدي. نعم. لو ما قدامنا دلوقتي تلاجة جواها طبق، لو جاوبت قلت لي ايه اللي جوه الطبق هديك حتة قشطة. ايه؟ محتاج افكر يعني. طب ما تقول. بقرة. نبيها قوي بكوس امك. يا ابن المساجة يا ابن الجاموسة. بقرة بقرة يا ابن المرة. انا مساء الخير. يا مساء النور. ما عرفتكش انا كده بقى. ما عرفتكش انا بقى. عايز ايه ابن المرة العرف؟ هيختبر ذكائي تاني بس. يا ابني حرام عليك والله هتموتني ناقص عمر. معلش معلش. انا دمي اتحرق عشان اخر مرة. يا ابن المرة الباردة. طب يلا يا سيدي لجنة اخر مرة. واحد اتنين. هوبا. اسألني بقى. انت لسه فيك العادة الوسخة دي. اسألني عشان اجاوب. بص يا سيدي عندنا برطمان، لو قلت لي ايه اللي جواه ده هديك نقطة عسل. مش محتاج فقاقة يعني. كسم فقاقتك. أقول؟ يا ابن المرة الوسخة. يلا. نحلة. نحلة. إلهي خلية نحلة تورثك في كيزك لغاية ما تدفع لها دمامل. ده أنا مش هستاجر خلاص. والله هقعد في البيت يا إما هبيع عيش. يلا إيه؟